السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد. في واحد من الشباب تبارك الرحمن، يا جماعة من نطلع قهوة أو مطعم عسى ربي حفظه أحسه يستمتع باللقمة لما يأكلها، يعني يشرب القهوة تحسه كذي عايش، لما يأكل اللقمة تحسه هنية عليه بالعافية. فسألته قلت له شنو السر؟ صدمني والله سبحان الله. شنو قال لي؟ قال لي أنا أدعو الله عز وجل في أدق التفاصيل. يقول والله يا أبو عزيز لما أدخل على المطعم أقول يا رب إذا جاء كرام أن تخلي الأكل لذيذ. يقول لما أشرب قهوة أقول يا رب أن تكون قهوة حلوة وتكون نفس اللي أنا أحبها. يقول فدائما الله عز وجل يعطيني هذه الأشياء. اللي لفت انتباهي أن يدعو الله بأدق التفاصيل، هذا المعنى جميل جدا. مو شرط أنك أنت تدعو الله عز وجل في الأمور الكبيرة، ادعو الله عز وجل في أصغر الأمور. في بعض الإسرائيليات أن الله عز وجل أوحى إلى موسى، يا موسى اسألني ملح عجينك وعلف حمارك، يعني أصغر الأشياء اسأل ادعيني فيها. الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يسألون الله عز وجل شسع النعل إذا انقطع عزكم الله، يعني أدق التفاصيل أصغر الأمور كانوا متعلقين بالله عز وجل. أي شيء بهالدنيا هذه خلق دائما ارتباطك مع الله عز وجل في السراء قبل الضراء، وانت مستانس وانت فرحان وانت طالع يا رب انك تونسني تخليني استمتع باللحظة اللي انا الحين فيها. تبي تاكل لك لقمة نفس الفكرة، يا رب تكون لذيذة نفس اللي انا احبها. علق نفسك بالله عز وجل، ترى هالشعور هذا عجيب، راح يضيف لك متعة وسعادة وشرح صدر فوق اللي انت مستانس فيه. عسى ربي يسعدكم دنيا واخره.